علمهم أنه أهم مبدأ في الوجود الله أولاً في حياتي. علمهم عن جمال اتباع يسوع، علمهم عن الحب الإلهي، علمهم عن عظمة الله وصلاحه وأهمية الخضوع وضرورة الغفران وقيمة المصالحة وواجب الاعتذار. علمهم أنه يعرفوا من هم بالنسبة لله وكيف شكلهم الله ولماذا. علمهم على احترام الآخرين واحترام وقت الناس. علمهم أنه يقولوا شكراً. علمهم على الامتنان والاكتفاء. علمهم أنه يشعروا مع الناس من حولهم. علمهم أنه التركيز على الذات والتعاسة يسيران جنباً إلى جنب. علمهم أنه السعادة تأتي بالعطاء والخدمة. علمهم على الاعتناء بأجسادهم واحترام أجساد الآخرين. علمهم كيف يدخلوا في علاقات وعن أهمية اختيار الأصدقاء وشريك الحياة. علمهم عن خطورة الإدمان وعن قيمة الحرية الحقيقية وعن كيفية استخدام الوقت. علمهم عن حروب ومساوئها وحبنا للوطن وعن الألم والمرض والموت وانهزامه أمام رب الحياة وعن القيامة والرجاء والحياة الأبدية وعودة المسيح مخلص الشعوب.